أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض النساء يضعن على رؤوسهن شبكة تغطي الرأس كله لكي يحافظن على تسريحة الشعر، فهل لهن المسح على هذه الشبكة؟ يحافظن على الشبكة ويضيعن الوضوء، لا يصلح هذا ولا يجوز. يزيلن الشبكة ويمسحن على رؤوسهن، لأن المسح فرض، فرض من فروض الوضوء. يزيلن الشبكة ويمسحن على الرأس. نعم.